التحديات اللي فاتت زي ما انت شفتوها كده كانت كلها اقوى من بعض، ولو انت ما شفتش التحديات اللي فاتت فانت فاتك كتير. النهارده فكره التحدي ان احنا عددنا 10 اشخاص وهندخل كلنا نقعد جوه العربيه، اخر واحد هيطلع من العربيه هيكسب 10000 جنيه. وانت بتتفرج على الفيديو ده فاكر ان الموضوع سهل، بس اللي انت ما تعرفوش ان الناس دي كلها صايمه، وفي حاجات كمان ممنوعه جوه التحدي ده بس هم كمان ما يعرفوهاش. الحاجه يا جدعان اللي انا كنت عايز اقولها لكم ان جوه العربيه المفروض ان احنا صايمين، لو المغرب اذن علينا واحنا جوه العربيه مفيش اكل مفيش شرب مفيش سجاير مفيش داعي يا ابو لهب مفيش اي سبب يخلينا نخرج بره العربيه. المهم يا جدعان ان مهما حصل ممنوع دخول الماكولات المشروبات اي حاجه جوه العربيه، فانت لو خرجت هتبقى زهقان. طبعا كل ده عادي، كل اللي فات ده عادي، ولكن حد اتاثر بيه. اللي انتوا ما تعرفوش بقى ان كمان ممنوع دخول الموبايلات جوه العربيه. لا تقعدوا بقى كلموا نفسكم جوه العربيه. يعني ايه يعني فكره التحدي التاني؟ يلا يا جدعان دلوقتي هندخل 10 اشخاص جوه العربيه ونشوف مين اول واحد هيطلع. يا جدعان 10000 جنيه لاخر واحد هيطلع بره العربيه. تفتكروا العربيه هتاخدنا؟ ده انت دبلك قذر. تفتكروا العربيه هتاخدنا كلنا؟ انت لو عرفت تنام وسط الوحوش دول انا ما عنديش مشكله. عارف انام. هتعرف تنام وسط الوحوش دول؟ مش مفيش ولا اكل ولا شرب. انام قبل ما نبدا التحدي عايز افكرهم بس بشو التحدي. ممنوع اكل، ممنوع شرب، ممنوع موبايل، ممنوع خروج، ممنوع بيبي، كل حاجه ممنوع. كده في اكتر من 10 اشخاص على الكنبه الخلفيه، بس انا عايز اقول لكم ان احنا عشان اطمنكم برده قبل الفيديو ده كلهم عملوا تحليل ومفيش اي حد عنده اي حاجه، عشان كده اطمنا عليهم كلهم. اضطرينا ان احنا ندخل مع بعض المدعكه دي. محدش عنده اي حاجه يا جدعان؟ والله عندي كولا يا ابني. ناخد راي كل واحد في القعده دي. بره جبت السوق، قول لي رايك يا فرد. انا رايي ان انا مش هقوم الا لما اخد 10000 جنيه ان شاء الله. اضحي باي حاجه 10000 جنيه. سعيد عايزين نشوفه بعد ما طلع من الجيش عمل ايه. مبسوط من القعده دي؟ منتهى الراحه، منتهى الراحه والفرحه اللي انا فيها. ركعتين. انا حاسس ان قاعد في زد الشيخ زايد بصراحه. حاجه منتهى الراحه. ركعتين. ركعتين في القعده دلوقتي. انا بسمع عن مدينتي انها واسعه وجميله بجد، انا اول مره احس الاحساس ده النهارده. في براح مش ممكن. جميله جدا يا جدعان. عايز اقول لكم ان انا اكتر واحد تعبان، يعني انا والله بره اهو بتفرج على المقاله. ايه ده؟ اسلام اسلام عايز تموتني يا اسلام. تنام يا ابني. عايز تموتني يا اسلام. انت بتعمل ايه يا مهضوم؟ سبع دقايق دلوقتي والرجاله كلها جوه العربيه ومحدش عايز يطلع. ايه دي يا جدعان؟ ايه دي؟ يا ابني دول 10000 جنيه. يعني ايه؟ يعني انت عاوز العمر. ايدك وجعاك اطلع. لا مش قادر. اطلع يلا. اطلع عشان تهوى عليها بسرعه. اوقع دراعي يلا. بص يا جدعان عشان ايديه، عشان ايديه. والله ما رجع دراعك والله. دراعك جدعان المكسور. تعالى تعالى تعالى. هينسحب خلاص. انا ومش عاوز العمر. اول واحد هينسحب. اول واحد هينسحب. اول واحد هيطلع دلوقتي عشان هو مش قادر تقريبا. ايديه دايسين على ايديه. هو مش هيقدر يكمل معاهم النهارده. ايوه ايوه. لو رجلك لمست الارض خلاص. لو رجلك لمست الارض انت بره. مفيش 10000 جنيه. عايز اقعد الارض بره. يا جدعان اول واحد طلع من التحدي اسلام مش هيشارك معانا ومش هياخد ال 10000 جنيه، فانا بقول يروح تحدي جديد ونكمل مع 9 اشخاص جوه العربيه. طبعا انت لسه مرتاح بس مكانك مش هيبان. ايوه عادي في مكان. لا 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 يا جدعان حاسين بايه؟ الجو حر. ما ينفعش يعمل الحوار ده. ما تشيل ايدك يا حسين. يا ابني دي مش ايدي. ولسه هكمل التحدي؟ هكمل التحدي برضو. هكمل التحدي برضو. اخر يوم في عمري. 10000 جنيه تعمل اي حاجه. مش نازل العربيه. مش نازل العربيه خلاص. انت عرفت ايه؟ مش عايز اعرف. انا مش نازل. ايه ده؟ ابوش معانا في العربيه اصلا. شفت مش اصلا. انت راجل انا كنت حسن. ايوه. انا مش جاي معاكم تحديات تاني. ليه يا حبيب قلبي؟ هو ايه يا عم؟ ليه يا حبيب قلبي؟ احنا صايمين يا عم. انت عبيط. عايز تنسحب؟ عايز تنسحب؟ عمرو هينسحب يا جماعه. حسن حسن حسن. خلاص يا حسن. خلاص يا عم حسن. لا لا لا. كور يا اخي في داهيه. اول واحد اللي كان مالي العربيه. فكر في الموضوع تاني. حسب يا عم. فكر في الموضوع كويس. حاسب عمرو اشرف خلص 10000 جنيه. يا ابني انا اطمنت عليكم محدش عنده. انا خش خش خش. حاسب يا عم. انا راح حاسب. ال 10000 جنيه. حاسب يا عم. 10000 جنيه يا عم. حاسب عندك حق يا عم. مين اللي تعمل كده؟ ايوه انزل يا عم. انزل يلا. انزل 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 انزل. وحياه امك لو ما مشيت. عمرو بيتنازل عن مبادئه واخلاقه. ينزل هيخسر اللي وراه اللي قدامه. انت اللي كنت عامل مشكله. خلي بالك. لا 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 عم. قول لي احساسك ايه لما خسرت 10000 جنيه؟ هل انت طالع من هنا مصاب؟ طب يا جدعان عايز اقول لكم حاجه تانيه. حاسين بيه بعد ما عمرو بنزل؟ والله العظيم والله العظيم نزل من هنا. ايه ده؟ والله في هوا ما تعرفش منين. انا سمعت دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله هيفضل يتساقط واحد ورا الثاني. يا جدعان دلوقتي علي عمل حاجه المفروض ما يعملهاش. المفروض يركب ورا لان ممنوع حد يكون قدام. فانت لو قعدت ورا لسه ولا هتكسب اي حاجه. استنى انت عايز تفهمني ان هو لا. ايوه والله لو تستحقش الاكل. اه يا مارادونا يعني هو ما يدوش. انت تدوس يا جدعان. انتوا كنتوا بتروحوا كده ايام المدرسه زمان وانتوا صغيرين؟ كنتوا ايوه والله العظيم كنت بقى والله انا عايز شركه مين دي؟
اليوم ربنا قعدك فيه هنا عشان تحس بالناس. ما اتفقناش على كده يا جدعان. اتفقنا على ايه طيب؟ ما اتفقناش على كده يا جدعان. بص عشان انا اشارك معاكم قررت اشارك معاك في التحدي، بس انا المفروض ليا برضه 10000 جنيه. بجد بجد يلا ولا سعيد حسب الزوم سعيد ايه ده يلا الزوم ولا سعيد لا ما بيحورش سعيد اضربوا على اضربوا اضربوا على سعيد انزل يا سعيد لا 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 ما تهزرش لا لا انت كويس كويس خلاص خلاص يا سعيد انت كده بره التحدي يا سعيد يا جدعان انا من موقع هذا وطمنكم على سعيد وبقول لكم سعيد ما فيهوش اي حاجه بس انا ولا 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 اكيد مش هتعملوها لا لا حسن يا جدعان مش انا عايزين انا هطلع والله والله ليه 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 بموت اقسم بالله يا عم ايدي هتبوس يا جماعه انا شايف ان انا هشتغل لحد ما اتعب في ال 10000 جنيه واجيبهم من مجهودي بس يا عم مش كده هتنزل كده عادي ايوه مش هيصحى انزل السما وانت في عز رجلي يلا يا جدعان بوش بيفكر ينزل انزل 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 الحمد لله يا رب انا بس حابب انوه على حاجه الاخ عطيه عنده دي حقيقة وهو لازم ينزلوا دلوقتي بدل ما تصبح ومبروك اخويا حسن هيكل على البوستي الحمد لله اخويا حسين على البوستي واخد مناعة واخد مناعة انت كده كده بوست لوحدك يا جماعة مارادونا لسه جاي من جنازة حالا وبيدفنوا ستة ولابس ابيض يعني تحسه كان فرحان في الميت والله لو تعبت انزل انا رجلي مش هتتحرك مش نازل انا رجلي مش هتتحرك هيبقى ابوك ما نازل مارادونا انا اخر واحد ممكن انزل مارادونا بيقولوا المغرب ادن هيدن كمان شويه وانت انت صايم وغلاوتك في قلبي ما نازل تخيل دلوقتي الناس اللي طلعت وقعدت بره العربيه وخسرت يا عم قاعدين بقى بيجهزوا التلج كده عشان يحطوه في اللبن وغلاوه بس هبله واحنا كل يوم بنعمل تحدي ب 10000 جنيه ده بتيجي في العمر مره معلش الناس اللي خسرت الناس اللي كسبت حياتها هم خسروا 10000 جنيه بس كسبوا حياتهم 10000 كسبوا حياتهم انزل بقى واحنا انت بنعمل تحدي ب 10000 جنيه جمال في العمر انا في العربيه ده بيتي بقول لك حاجه اديك انا 20000 وتنزل لا انزل الاول تحطه على كبوه بقول لك ايه هديك 100 جنيه دلوقتي تنزل قسما بالله اللي هينزل دلوقتي اول واحد اللي هياخد 20 هصبرهم في اليد وانا 100 عشان بس انا لما قعدت مع نفسي كده ودورت اللي مارادونا عمله في دماغي حسيت ان هو كان صح فعلا عصفورهم في اليد خير من 10 على الشهر يا عم طب خد 20 جنيه انزل طبعا 20 جنيه وتنزل لا لا 20 جنيه يا باشا ضايق الدنيا عليهم 20 جنيه لا 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 احنا بنصعب التحدي كل مدى زي ما اتفقنا وبنضايق المساحه بنضايق المساحه بص بص ايه يا جدعان يا بوش بقى والله العظيم مش الفلوس اللي هتخسرنا بعض مش عاجبك طلق لا يابا خلاص يا جدعان مش الفلوس اللي هتخلينا نخسر بعض يا جدعان هو يا جماعه والله العظيم هو انا كنت صاحب فكره ان احنا نصعب التحدي بس المنظر ده ما يجيش عارك لنا يا ولا يا ابن رجلك ايه والله ما قادر اتنفس والله استنى عشان في حزام في ظهري في حزام والله حزام في ظهري يا انت منزلني هتنزل احلف انك هتنزل والله هنزل ما هنزل يا ابن مش عارف انزل والله الله طلعت يا اخوي انا عايز اقول لكم والله العظيم ان انا نزلت شربت لبن وتمر وكلت مكرونه وبانيه وبص حسن ما تجيب لي ميه حسن طب انزل لي ميه وانا بص معاك الصبح قصه كوب مت القصه عايز اعرف احساس عطيه ايه هو اول مره اصوم لحد المغرب انت بتلبسها فيها عشان ما جاتش على مقاسك عطيه النهارده مش صايم لحد المغرب ده صايم ده احنا داخلين على بعد العشاء بشويه فات ساعتين على العشاء وقاعدين دلوقتي كده قاعده زي الفل صح قصه طب يعني انا عندي اتفاق عشان بس مش قادر ننزل احنا الثلاثه ونقسم الفلوس انا ماشي انزل انت الاول واحنا موافقين والله انا موافق لان انا عايز اروح اقسم الفلوس عليك كده 200 و300 ماشي انا هيبقى 200 نديها ليه كده انزل الاول واحد هو اللي هياخد هو اللي هيشيك ما اقتنعتش ياخد اثنين نحط الناحيه الثلاثه على الارض ومره واحده واحد اثنين ثلاثه نلمس في نفس الوقت عشان ما حدش يخسر خلاص بامانه بامانه لو انتوا الثلاثه نزلتوا دلوقتي هنقسم ال 10000 جنيه عليكم انتوا الثلاثه عشان انا عايز اروح وانتوا عايزين تروحوا وكلنا عايزين نفطر وكل عايز صح مين اللي قال الفكره دي انا يبقى انت اللي يلا حط رجلك على العربية انزل واحد اتنين تلاتة انا انزل من ايه؟ يلا بص معرفش انزل رجلك بس انا يا اخويا معاك يا اسطى سلام يا مخفف انت في حد يصدقهم يا اسطى انا مات لي الجاكيت بتاعي كده انا غلطان بس اصدق حسين هيكل ماشي يا حسين هيكل ننزل مع بعض ولا سيبها لك مش واثق فيك يا اسطى ولا انا بصراحه طب يا جدعان دلوقتي التحدي بين عطيه وحسين هم الوحيدين اللي اتبقوا خلاص كل التيم نزل وكل الناس كسلت اول واحد فيهم هينزل خلاص طبعا هو اللي هيخسر وتاني واحد هينزل هيكسب 10000 جنيه مين فيكم اخر واحد هينزل؟ اول واحد مش هيكسب حاجه خلاص بقى يا جدعان ما تبقوش كلاب فلوس كده حسين ما تبقاش كلب فلوس يا حسين كلب فلوس على 10000 جنيه طب هو يا جدعان فكروا يا جدعان والله العظيم شربنا شويه ميه كده بتلج بلبن بتمر صوبيا بكل حاجه كل حاجه ساعه النهارده خليكوا عادي خليكوا اصحى في الليل اهو في الليل يا باشا حضني يلا والله انا والله وانا كمان طب يا جدعان خليكوا بقى خليكوا عادي يلا صباح الخير
يا جدعان انتوا بتهزروا يا جدعان؟ الشمس طلعت والله. ولا الشمس طلعت؟ يلا الشمس طلعت يا معتيه. 7:06 الصبح يا جدعان، ده العيال كلها روحت ونامت وفطرت والسحاره تضحوا بالسحور مخصوص عشان كده. 7:06 يا جدعان وهما الاثنين داخل على 6 الصبح، فاضل 4 دقايق بالظبط. قسما بالله عامل على نفسي، انا دورت على ازازه. بص يا جدعان، وانا عايز التحدي ده يخلص لسبب واحد، ان انا تعبت وعايز انام انا كمان عشان انتوا كده فرهدتونا وتعبتونا. تعبت جدا والله، عينك والله. انا رغم ان انا طلعت من ثلاثة عارف فيتامينات قبل ما انزل عشان اعوض. طب يا ابني طالما انت مزنوق اللي معادك خلاص. طب رجوع رجوع عشان بس. بس صح 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 يا حسن والله، والله ما خليك تعملها والله العظيم ما موت. انزل والله، انزل انزل بجد، انزل والله تعبت عايز اروح انا كمان. استنى بس. اه بس يا اسطى ما تهزنيش يا اسطى والله والله والله. لا مش في العربية، بنتفق بامان عشان حرام. حد يجيب لي ازازه من بره والله. ممنوع جوه العربيه، ممنوع هبس يا ابني، هبس. والله صوت الباب، ابوس ايدك عندي اهل عايز اشوفهم. في اهل عايز اشوفهم. مش صوت الباب، لا مفيش حاجه من هنا، مفيش حاجه اسمها روح حمام. لا والله مش شوط العربيه، لو رجلك لمست الارض خلاص. مفيش حاجه اسمها روح حمام. والله الدنيا مبروك يا تعالى يا عم، انا خسران. ما تحتفلش معايا كده، عاش يا جدعان والله. بص بص انت في مدينتي، يلا انت في مدينتي، يلا مش هنا، يلا خلاص. هو انت في مدينتي، انت في مدينتي تعمل ايه؟ خلاص تعمل ايه؟ اكسى. طب يا جدعان كده زي ما انتوا شفتوا، كنا 10 اشخاص دخلنا جوه العربيه المرسيدس وقعدنا فيها لمده 24 ساعه كاملين. هو المفروض ان العربيه اللي كسبت دي طبعا العدوى اللي جات له بعد ما كنا كلنا متجمعين في عربيه قد كده. المهم ان انا عايز اقول لكم ان دي نهايه الفيديو، مبروك للعربيه ال 10000 جنيه. وعايز اقول لكم كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت كلها عشان كلها اجمل من بعض. هحط لكم اللينك بتاعه في الوصف تحت الفيديو ده. اعمل لايك للفيديو ونشوفكم الفيديو الجاي. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the